شو هذا الخبر؟ 300 إصابة جديدة في عمان، والسبب عودة إحدى الأشخاص المصابين من السفر وإقامته لعزومة حضرها أكثر من 300 شخص، والحكومة تستعد لفرض حظر التجوال. لازم أبعته لكل الناس. مصيبة إذا هالخبر صحيح. خليني أخبر محمد بسرعة. وسن، أهلا وسن، كيفك؟ طمنينا عنك. والله يا محمد الوضع خطير وما بيطمن أبدا. هلأ وصلني خبر على الواتساب بحكي إنه في 300 إصابة جديدة بعمان، تخيل. لا مستحيل، من وين جبت لي الخبر؟ صاحبتي بعتت لي على الواتساب. طيب شفتي المواقع الرسمية وتأكدتي من مصدر الخبر؟ لا ما تأكدت. وليش هي حتى تكذب بهيك موضوع؟ وسن، احنا اليوم بأزمة كبيرة والفيروس هذا خطير جدا، لازم نوعى وما ننشر الخوف بين الناس، وقبل ما ننشر أي خبر لازم نتأكد من صحته والمصدر اللي نشره، لأنه الإشاعات خطيرة جدا ممكن تدمر المجتمع كله بثواني.